بارك الله فيك. انا الاسم ديالي محمد الشمالي، ساكن على برا وخلق على برا في اوروبا. القصه ديالي كنت شريت واحد التريف الارض في 2008 في طنجة. شريت واحد التريف الارض باش نجي نستثمر في البلاد ديالي، عن ام ديالي، البلاد ديالي هي امي، كنجي نستثمر في البلاد ديالي. رانا كنا كتعرف بان سبحان الله سيدنا الله ينصر كيقول بان الاراضي ديالكم حفظوهم، حفظوا الاراضي ديالكم، حفظوا الاراضي ديالكم، حفظوا الاراضي ديالكم. نوض انا حفظت الاراضي ديالي في بين 2010 11، المهم 2012 هو هنايا مون تيتغ فرونسي هو هنا التيتغ، يعني في 2012 جبت التيتغ ديالي، كنت فرحان سبحان الله، قلت بان غادي نستثمر في بلادي وغادي نبدا البروجي ديالي. رانا سالي جيت في 2019 جيت طنجة، هنا كنجيو في الصيف مع الاسره وديك الشيء مع ولادنا وديك الشيء، شفت بان الارض ديالي دخلوها لي في واحد الجريده رسميه، ها هي هنايا نهار 8 مايو 2019 دخلوها لي في جريده رسميه. جريده رسميه باش الناس اللي ما كيعرفوش، جريده رسميه هي واحد مؤسسه كيتجمعوا مع بعضهم، شركه انسان كيتجمعوا مع بعضهم كيقولوا بان واحد السيكتور غادي يكون فيه واحد المصلحه العامه، كيقول لك واحد المصلحه العامه خاصها تكون المصلحه العامه. دخلوا لي في جريده رسميه، انا ساكن على برا، قلق على برا، ما عندي خبر، ما قالوها لي، ما وصوني، ما كاين والو سبحان الله، ما عندي خبر والو. مشيت لهذاك السيرفيس دو كاداس يعني المحافظه اللي في طنجه، شوف بان خرجت الملكيه ديالي على زعما عندك التيتغ، ان تيتغ فرونسي هو هنا، هذا التيتغ الفرونسي ما كيتحداش سبحان الله. ومشيت للمحافظه باش نخرج الملكيه ديالي، خرجت الملكيه ديالي كنشوف بان الملكيه ديالي هنايا هي محاديه، يعني الشركه دخلت في الملكيه ديالي. وهنا في الدستور ديالنا الملكيه خاصها تبقى نقيه باش كتبدا البروجي ديالك، باش الا بغيتي تنزل مثلا للبنكه تعمل البروجي ديالك الى اخره. المهم دابا السمح محمد اللي فهمنا من المشكل ديالك هو ان عندك مشكل في واحد الارض ديالك نتايا في الملكيه ديالك، كان التيتري يعني الارض كان التيتري، باش الناس تفهم، باش الناس تفهم المشكل ديالك بالضبط بالضبط بالفعل. كلشي كما كيتقال غادي يكون على بين بالفعل، يعني عندي التيتري ديالي، التيتري ديالي ما كيتحداش هيدا. نهار اللي كتمشي مثلا للمحافظه لطنجه، يعني عندك سبحان الله المعلومات ديالي، عندك التليفون ديالي، عندك لابواط ايميل ديالي، ماشي داخله في جريده رسميه وانا ساكن على برا وخلق على برا، وحديتي لي الملكيه انايا، دخلتي لي الملكيه يعني الارض. مش كل اللي دخل لك هذه واحد الشركه، هذه الشركه هذه بغينا الناس يعرفوها. شركه واحد الشركه في طنجه، فوالا كيطلب تمسا الشركه تماك في طنجه، دخلوا حداولي الملكيه ديالي، بقيت انا حاصل بلوكاوني. يعني دابا بغيت نعمل البروجي ديالي موقف. دابا 2019 يا اخي 20 21 22 23 طالعين دابا في 24، دابا هادي طالعه 5 سنين وانا مبلوكي. ها يعني الا بدينا كندخلوا على ان تيتغ فونسي، يعني الامور صعيبه سبحان الله. التيتغ فونسي تي نعرف شنو هو الخدمه ديالو، التيتغ فونسي يعني نهار اللي كتعمل التيتغ فونسي كيكون ان بروميي بورناج سبحان الله، والبورناج الثاني، والمحافظ كيشوف لك يعني كيشوف لك الملكيه عند من شريتي، واش كان شي غلط شي فصيله ولا في شي نقطه، كيشوف لك الجيران ديالك، يعني اي مشكل الا كاين كيتكتب في التيتغ باش كيتصفي لك الشغل ديالك كامل. يعني المحافظ في طنجه بطيعه الانسان كيعطيك التيتغ، كتبر سبحان الله بان هذو المشاكل جلستي مع الناس صفيتي المشاكل ديالك كيعطيك ان تيتغ فرونسي. يعني الامور واضحه، يعني الا كنتي في اي بلاد ضربه في جوجل ويطلع لك لو تيتغ فرونسي وتعرف الجيران ديالك، يعني ان تيتغ فرونسي كيحتفظ عليك. رانا لازم ديك كان بحال باغ كليان، وكنشوف سبحان الله بان سيدنا الله ينصرو تكلم هضر نهار الجمعه 14 اكتوبر 2016، سيدي هضر ولا هي هذا لو فوندغدي 14 اكتوبر 2016، كيقول سيدنا الله ينصرو كيقول بان الا دخلت الارض في شي بروجي في مصلحه العامه، في شي مصلحه هامه، الا كان شي مصلحه العامه تكون مصلحه عامه. انا الجهه اللي انا فيه يعني منطقه صناعيه، اون جون اندستريال، حاجه كان تكي بزاف على ديك المصلحه العامه، يعني سيسيون بريفي، مصلحه خاصه ماشي مصلحه عامه. با انا كنقول لك باش الناس يفهموا منطقه صناعيه اون جون اندستريال، كيقول سيدنا الله ينصر الا كان شي مصلحه عامه، والا كان شي خلاص، والا كان شي خلاص، خلصوا الناس على حسب الساعه مكتوبه. سيدنا الله ينصرك يا دار، سيدنا الله ينصرك يعمل اي حاجه سبحان الله باش المواطن اللي في المغرب ولا في على برا، في بلجيكا، في فرنسا، في هولندا، في الدنمارك، في اسبانيا، ما يخرجش ضايع. كنجيو نستثمر في بلادنا عند الام ديالنا
باش نزيدوا القدام باش يعني بلادنا تزيد تحسن سبحان الله. أرانا سبحان الله هذه مساء اللي بديت كنشوف وكنبحث عقليا كنشوف سبحان الله خطبه اخرى عتاه السيد الله يسره نهار السبت 20 اوت 2022 في العشيه الصفحه الاولانيه كانت على الصحراء والثانيه هضر على الناس الخارج اللي ما كيوصي علينا كيوصي علينا دائما سيدنا الله ينصرو كيوصي علينا كما كيوصي على الناس المغرب سبحان الله كيوصي على الناس كاملين سبحان الله باش المواطن ما كيبقاش يضيع. كتشوف بان هنايا سيدنا هضر قال فوالا ساجيسون لابليكاسيون دو لا كوميونيتي دي زيميروز زعما دينا هنايا Dans le processus de développement, les dessins, nous accordons les intérêts particuliers. On a une place خاصه الناس كي يكونوا على برا علاش باش الحاجه اللي سهله تبقى سهله واللي واعره نردوها سهله باش الامور كتحسن والامور كتزيد القدام والحمد لله هنا ماشي البلاد ديالنا هي كتحسن والله ما يكن الحمد الحمد لله في نعمه ربي. بقيت انا لهسه كنشوف بان انا دابا سبحان الله كنشوف بان انا هاد الشركه اللي حطت لي على الارض ودخلت لي على الرجايده الرسميه وحدت لي الملكيه ديالي كنشوف الملكيه ديالي محاليه سبحان الله وكنشوف سبحان الله سالي مشيت للارض الحزانات ممنوع تمشي للارض ممنوع تصور الارض ممنوع تتمتع في الارض ديالك انترديت تعمل بروجي ديالك انت نان بلوكي ولادي كيمشيو لتما قدام ما بقات علاش نوصل لهاد الدرجات تما انا كنبقى مستعجب يا سي راسي هادشي كنبقى انا مستعجب فيه يعني دخلت ديالي في الجريده الرسميه وانا عندي ان تيتغ فرونسي ها هو ان تيتغ سبحان الله فوقاش هاد العمليات الناس بالضبط باش الناس تعرف فوقاش تم الصدوع على الملكيه ديالك شوف يا اخي هنايا في المغرب عن امي البلاد ديالنا سالي كتحاد لك الملكيه ديالك كتحاد لك الملكيه ديالك تي بلوكي سي فيني صافي عملت لي الحزانات في الارض هيا انا هاد الايامات يعني هادي دابا وقيلا يومين مشيت للارض كنجي من تماك مريض كتجي من تماك مريض يعني تينا عندك ان تيتغ فرونسي سبحان الله كتشوف بان عندك ان تيتغ فرونسي ان تيتغ فرونسي يعني بدنا كندخلوا سوغ ان تيتغ فرونسي كتعرف يا اخي شنو هو ان تيتغ فرونسي ان تيتغ فرونسي في البلاد ديالنا في المغرب اللي تان دي بلونات ممنوع تحادي عنده الاجراءات ديالو يعني هاد الشراكه هادي كتمشي مثلا كيفاش كنقولوا لا محكمه كتنزل واحد المقدار هي دي بروسيدير غاسويف ماشي داخل لي بجي دار رسميه وتحادي لي الملكيه ديالي وهاد لو سيرفيس كاداستر اللي في طنجه كيف خلاتك تحادي الملكيه سؤال صحيح je suis quand même propriétaire de mon terrain je suis propriétaire de mon terrain يعني انا هو مول الملك وقلت لك في الاول بان سبحان الله سبحان الله وان تيتغ سبحان الله وان تيتغ فرونسي كيصافي لك الشغل ديالك كامل باش ما نوصلش لهاد الدرجه دابا انا وصلت يعني جيت باش نعدل البروجي ديالي زقت في دابا خصني نحرر الارض ديالي زقت في المشكل يعني دخلوا لي في المشكل وهادي في 2019 بديت كنبقاش عقليا سبحان الله يا سي رشيد اسمح لي وكنشوف سبحان الله هنا في التمييز المعزز بو ليكسبروبرياسيون الا كان سي مصلحه العامه كان قانون يعني هنا في بلاد القانون كاين قانون في البلاد كان 70 فصل 70 شابيتر 70 فصل الفصل 7 شنو كيقول اسمح لي الفصل 7 كيقول لك سي ديسيزيون دو اتر روندو دون ان ديلي دو 2 ans عندك عامين يا الشركه 2 ans عندك عامين تعدل المصلحه ديالك اولا تجلس مع الراجل وترد له ارضه دابا انا طلع في 5 سنين ومازال ما كاينش الحل 5 سنين وانت مبروك علاش نوصل لهاد الدرجه هادي وانا جو سوي تيتري انا عندي تيتر فرونسي ها هو جي ان تيتر فرونسي سبحان الله يعني هذا هو اللي كيعوض على اي حاجه كتبقى مستعجب كتقول سبحان الله انا جيت عند امي باش يعني نبدا البروجي ديالي صدق دابا انا في المشكل ديال الارض انا بقيت حاصل وسيدنا الله ينصرو واحد الكلمه مهمه بزاف واحد الحاجه عندي مهمه بزاف يا اخي هو الخطبة دي سيدنا الفندردي 14 أكتوبر 2016 والخطبة سبحان الله هيا دو 20 أوت 2022 يعني جوج الخطبة سيدنا الله ينصرو ها سيدنا كيتكلم في البلاد المغرب في بلادي عن أمي كيرجع قضاء قانون وحكم اسمح لي يا أخي سيدنا الله ينصرو سيدنا كيتكلم كيرجع قضاء حكم وقانون سا تفيان لوا سي أكتي Il faut que ça soit bien clair.
royaume chérifien, ma qui t'hakshi avec ce genre de choses. Quand sa majesté parle, qanoun, qada ou hukm. Bloquez-t-il l'ardiali, mettez-les chisanes l'ardiali, bloquez-t-il le projet d'yali, hein? من نمشي له من نصورة عاش نوصل هاد الدرجة هذه سبحان الله تفضل شنو هما الإجراءات القانونية اللي دارت ما بعد أنك لقيتي الأمور ديالك في الجريدة الرسمية يا أخي إلا إلا مشيتي للقضاء واش مشيتي للقضاء بلاتي يا أخي سبحان الله تهضرتينا على القضاء كلمة سيدنا ماشي قضاء لا قضاء أكيد أكيد هو الكلمة الأولى والأخيرة في البلاد بيان سي لا باغول دو سا ماجيستي ما تعملاش بين قوسين La parole de sa majesté est une loi, est actée. Créer le dostour, subhanallah, smahli, créer le dostour, la constitution de l'Ibledna, de l'Umna, subhanallah. Alphas, partage qui est dans l'Adina, n'est-ce pas la barra, France, Belgique, Hollande, Espagne, tout ce qui est. Il y a les mêmes droits, il y a les mêmes canons, n'est-ce pas le Maghreb. Alphas, partage, article 17. Les Marocains résidant à l'étranger, jouissent, des droits et des pleines citoyennetés. Il y a un qui subhanallah. Subhanallah, article 47. La personne du roi est inviolable. Respect. Respect, واضح الكلام هذا قانون وقضاء في البلاد وني هنايا المغرب كنقولها وكنعاودها حنا في البلاد القانون كاين القانون كاين الواجب وني دون ان ايتا دو دووا كاين القانون وكاين الواجب تينا الشركه قلت لها الات فتي عامين تسمع السيد وشوف معايا المشكل بلوكيتي البروجي ديالي انا 50 هادشي اللي ما كتقوليش انا فراسي 50 وانا كنسنى واحد المره جيت من الرباط المطار مشيت للشركه تلاقيت واحد لا سكرتير تماك بلا الايميلات اللي كنت كنصيفط ها لي زيميل جيت من المطار وصلت عند الشركه هنا في الرباط هضرت مع لا سكرتير قلت لها محمد قلت لها السيده محمد الشمالي بغيت نشوف المسؤول باش نشوف الارض بلوكيتو لي الارض ديالو وديك الشيء صنعها براسي فين ماشي قال له يمشي بحال طنجه انا جيت معنا برا استثمر بلادي سيت فليسه وليداتي انا جو سوي تيتري ها ها من بعد تقول لي مشي بحال هكا سبحان الله علاش نوصل لهاد الدرجه هادي واحد السؤال كي تطرح يا شي رشيد هاد المصلحه العامه واش انا اللي عندي التيتر ديالي ان تيتر فرونسي ها كي تان دي بولونات والصفاي واش انا ما عنديش شي حق في مترو جوج ثلاثه اربعه خمسه الا كتقول المصلحه العامه مثلا ها اولادي تقلع لي من العرق انا جيت عند امي جيت نستثمر عند امي كتبقى حيران 50 كنا كنستنى البروجي ديالك مبلوكي انا ابي ثلاثه د العواول عندي واحد الولد مريض ها هو انا قلت لك في الاول ها هو انا ها لا سيتوياسيون والحاله صعيبه سبحان الله وكان يعني كان كافح وكان حارب عقليا بالحكمه باش نشوف هاد هاد يعني هاد هاد لا سيتوياسيون اللي انا فيه نخرج يعني بلاصه سبحان الله كنبقى انا مستعجب علاش نستنى بقيناك هاد الشركه بدات كتبلوكات لي يعني الملكيه ديالي مشيت للقضاء باسكو فرضوا عليا القضاء وسبحان الله وسبحان الله كلمه سيدنا قضاء خطبه ديال الجمعه 14 اكتوبر 2016 خطبه دي سامدي 20 اوت 2022 قضاء التيتر سي ان تيتر فرونسي ان تيتر فرونسي كتعملو بالعالي باش ما توصلش للقضاء قضاء هنا اللي كيكون عندك شي مشكل مع الجار ولا كيكون عندك مشكل مع شي حاجه اي متفق معك حق ماشي دون ان تيتر فرونسي ها مشيت للقضاء كتشوفي ان القضاء هو انا اشي رشيد قضاء مكتوب او نون دو سا ماجيستي ديال سيدنا المشروع اكيد تو لي جوجمون معدين يعني كيخرجوا بالنون دو سا ماجيستي القضاء عمل الخدمه ديالو القضاء عمل الخدمه ديالو تفضل الا بغيتي تقرا سي رشيد لا غير وضح للناس وضح لي واضح نوضحوا لك قضاء كيقول بان هذه الشركه هذه ما عملتش بروجي ديالها فوتوا على العادات الوقت ردوا الارض السيد يعني حنا اللي بغينا نفهموا من الهضره ديالك اسمع ان الحكم القضائي الى صالحك والى جانبك على جانبك خطبه سيدنا الله ينصره الهضره ديالو قلت لك في الاول الهضره ديالو انا ما كطيح لي شي
La parole de sa majesté, elle est inviolable. Article 46. On est dans un état de droit. Vendredi 14 octobre 2022. Un titre foncier. Hein? Où tu me chies le chéraka, il faut que je me fasse le temps. هلس نوصل هذه الدرجة هذه سبحان الله يا سي رشيد سمعني نقطعك واحد أنا كنت تابع الملف ديالي مع على برا عطي أرضي دينا قطعة في الأرض ما فيها الأرض حاجة مهمة وما فيها ضحك أرض حاجة مهمة بزاف كما كيقولوا الوالدين ديالنا يا أخي الأرض سبحان الله إلا دفعتي عليها كتدعي معاك وإلا بعتيها كتدعي فيك الوالدين ديالنا كانوا كيقولوها لنا سبحان الله كتبت الايميل صيفط بالايميل كنت كنتصل بواحد المسؤول ديال المسؤول ديالو باش كنتبع الملف ديالي هادي ارضي يعني سويت تريتري فهمتي ها اللي دخلوا لي في الجريده ها اللي دخلنا ها اللي دخلوا لي في الجريده الرسميه في 2019 وانا ما عرفش شنو وقع ها ما عرفش باسكو الجريده ها صيفط الايميل شوف نهار الجمعه 21 مايو 2021 جمعه 21 مايو 2021 كنقول المسؤول كنقول له شنو غادي نعمل الارض ديالي باش نعرف شنو كاين وضحوا معايا عندكم عامين فتوا على العادات رد عليا نهار الجمعه 21 مايو 2021 رد عليا اش كتكتب هو كيرد عليك لا ريبونس كيقول لك اسي الشمالي مشي الارض ديالك ما كاين حتى شي مشكل مشي الارض ديالك تمتع في الارض ديالك ما كاين حتى شي مشكل هذا الايميل ديال الشركه في 2021 انا صيفطت ديال الريبونس ديال الشركه انا مشيت سولتو حنا كنسولو جاوب عليا جاوب عليا قال لي بان الارض ديالك ما محادياتش وتينا حور وهذا الى اخره مزيان مشيت للارض كنجبرها مثل الحزانات كنمشي نشوف الملكيه ديالي قلت لك كنتبع الملف ديالي كنشوف الارض فوق حدات تفضل 27/7/2020 في 21 كتقول لي مشي للارض ديالك وفي 20 هي محاديه كيفاش كتخدموا من داخل 2021 كتقول لي سير الارض ديالك وهي في 20 بحال ديالها نهار اللي مشيت انا عند المسؤول باش هذا مشي بحال طنجه علاش نوصل لهاد الدرجه هادي هذا بالقضاء هاد التيتر خطبه سيدنا ها يلا بروجي مبلوكي 50 وانا مكالي je suis bloqué بلا براوات اللي كنت كنصيفط هنا وزاره الخارجيه مشيت للسفير بروكسل تكلمت معاه وضحت له يعني المشكل ديالي البروبليم ديالي كتب معايا البرا عاوني في البرا وهذا باقي ما كنتسنى الجواب ما كاين والو الحق عندي الحق عندي القضاء سبحان الله وكلمه سيدنا ما كتطيحش هذا كلمه سيدنا كتبقى واقفه سبحان الله ها كنا حاصلين دابا شنو عملت انا سبحان الله خصني نحسن الملف ديالي باسكو ما يمكنش اعطي ارضي جو سوي بروبريتير دو سيت تير جو سوي بروبريتير وكنجي نفك المشاكل ديالي في بلادي عن امي ما نكونش لعيب على امي ام ديالي هي بلادي كنجي نفك المشكل ديالي هنا في البلاد ديالي ها نجي عندك تقول لي مشي بحال هكا لطنجة ها عندي ان تيتر عندي الخطبة عندي الواجبات ديالي كاملين سيدنا الله يسر كيوصي وكيوصي علينا في الأمور ديال التحفيظ ها بقيت العزة كنمشي تدريجيا تربينا إذا كما تربوا الناس المغرب بالحكمة بقيت كنمشي تدريجيا كتبت واحد البرا سيدنا الله ينصرو دابا هذه الثالثة صيفت البراوات وصيفت البراوات وصيفت البراوات مشيت يا ربي كيفاش الديوان الملكي في الرباط نزلت واحد البرا تلاقيت الناس تماك بوليس بيغيو دورينتاسيون الناس اللي عمرها دار فهموك يقدروك يحسبوك اسفوا لك نزلت البرا هادي الثالثه نزلت برايا اخرى واحد المؤسسه لاله مريم تلاقيت تماك جدرميه هزوا من عندي كارت ناسيونال الناس اللي عمرها دار قدروك ويحسبوك تاسفوا لك الشركه ما تصيفط لكش برا وحده
باش تدافع على راسك. واحد الحاجه كيعيطوا لها ستيتوا، نافع غير ندافع على راسي. جو سوي تيتري، جي ان تيتر، جي ان تيتر فونسي يا اخي. ها البرا الثانيه اللي كتبت لاله مريم، وكنتسنى الجواب وكنمشيو بالحكمه شنو غادي نعملو. والحمد لله هادشي كلشي، والحمد لله على كل حال، كنقولو الحمد لله على كل حال. وكنمشيو لعسك بالتدريج باش نشوف الارض ديالي كيفاش راني حاره. نتوما فوتو العادات يا الشراكه، ما علمتوني ما والو. المصلحه العامه واضحه، الا كان شي مصلحه العامه، والا كان شي خلاص سيدنا الله ينصرو تكلم وهضر، كلام واضح ومنطقي. وكنقول يا ربي، ربي يفتح علينا البيبان لجميع المسلمين والمسلمات، هذه الرساله لسيدنا. وعملت الفيديوز وباقي كنعمل الفيديوز، هذيك ارضي وباقي غادي نعمل الفيديوز، حقي كنطلب سيدنا ولا بيرسون دو لا فامي رويال سبحان يوقف معايا نشوف هذا الملف هذا كيفاش نحسنه بالعقل باش الامور كتزيد القدام. والحمد لله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.